الاندوميتريوسيس اللي هي اندوميتريال تشو ان ابنورمال لوكيشنز، يعني نمو نسيج من بطانة الرحم في غير الرحم. فهذا من الأشياء اللي بنسميه هاجر لأنه في غير مكانه. كيف كان لما حكينا قبل شوي عن الحمل الهاجر، إنه البويضة الملقحة في الفالوبيان تيوب غرزت، وهي أصلا لازم تغرز في الرحم نفسه، فكانت حمل هاجر إكتوبيك بريجنانسي لأنه أوتسايد ذا يوترس. هون نسيج من الرحم لكنه خارج الرحم، ممكن نلاقيه مثلا في الانتستن، ممكن نلاقيه مثلا في المبايض، ممكن نلاقيه في أي منطقة، فهذا الاندومتريوسز. نفس الشيء مثلا في نسيج من الثدي ممكن ينمو في الإبط أو تحت الإبط، خاصة في الأوبيز ليديز، فبيؤدي إلى زي يعني زي كأنه كرة أو نتوء تحت الإبط. ما بيكون إشي سيء، لكنه بيكون نتيجة إنه في نمو من نسيج الثدي داخل الإبط. هون تنصح السيدة إنها تنزل وزنها بشكل كبير عشان إنه تمنع هاي الأشياء، يعني وقتها بيصير التشوز تنمو بس في مكانها الطبيعي. طيب نيجي للهستيروسكوبي أند بايوبسي. طبعا هدول أدوات للفحص للتشخيص وغيره. سيرفكس أو سيرفك من سيرفكس meaning neck of uterus، سيرفيكو combining form تبعها. طيب في عنا هون إشي مهم اللي هو الباب سمير أو باب تيست بسموه، نسبة لبابا نيكولو اللي هو السايتولوجيست العالم اللي أول ما نعملها. طبعا هي عبارة عن مسحة الرحم، يتم إدخال زي نكاشة الدينين بس أطول إلى عنق الرحم، وأخذ مسحة من الخلايا اللي موجودة، وبعدين بنحطها على سلايد ويتم فحصها، إرسالها إلى المختبر وفحصها تحت المجهر. طبعا هذا التست السيدات فوق 35 سنة ينصحوا أنهم يعملوا كل 3 سنوات، والسيدات اللي بيكون في عندهم مشاكل مثلا احتمالية لا سمح الله كانسر أو غيره نفس الشيء، عشان نعرف هل الخلايا اللي موجودة خلايا منيحة أو خلايا لا سمح الله بري كانسرس أو كانسرس. فهذا من الأشياء من الفحوصات التشخيصية المهمة نعملها لحتى نتأكد إنه ما فيش أي نيو جروث أو نيو بلاستيك سيلز مثلا يكون فيها لا سمح الله شيء. من الأشياء كمان اللي بي بي, بي يعني بيعملوا الفحص فيها عند الأجانب لما بيكون في عندهم دفء إنه السيدة ممكن يكون إلها أو يعني لها علاقات يعني. طيب في إشي مهم هون اللي هو الهيومن بابلوما فيروس HBV، اللي هو الهيومن بابلوما فيروس اللي هو الحليمي فيروس يسبب سرطان عنق الرحم. هلأ هذا الفيروس هو نفسه أو هو نفسه اللي موجود في الوارتس أو الثقاليل، مسبب للثقاليل. فالهيومن بابلوما فيروس could be أو could result in cervical cancer عند السيدات. أوكي. كولبو من كولبوس meaning hollow يعني مجوف أو مفرغ. هون it is used to mean vagina اللي هو the hollow chamber that receives the okay اللي هو الفاجينا اللي يعني من اليوترس على طول بيخرج من خلاله الجنين في حالة الولادة. أوكي. طيب في عنا هون البيرينيوم، it is the region between the thighs bounded by the anus and vulva in the female. البيرينيوم اللي هي المنطقة حوالين التناسلي، المنطقة التناسلية بين الشرج والفولفا اللي هي يعني بين الأعضاء التناسلية الأنثوية وفتحة الشرج. طبعا ليش احنا جايبين سيرتها هون؟ لأنها في عنا ما يعرف بالبيرينيوتومي أو إبيزيوتومي اللي هي incision made
during birth of a child when the vaginal orifice does not stretch sufficiently to allow easy birth. اللي هي المنطقة اللي يقوم الطبيب التوليد بشقها لضمان انه يصير في ولادة سلسة عند الست عندما يكون ما فيش في عندي انه فتحة الفاجينا ما صار لها تمدد كافي بحيث انه يخرج رأس الطفل عند الولادة. فتعرف العملية مشهورة كتير طبعا عشان هيك احنا جبنا سيرتها بالإبيزيوتومي، هي اشهر اشي إلها طبعا، او برينيوتومي، لكن الإبيزيوتومي هي اشهر شيء. طبعا اذا ما عمل هيك الطبيب خاصة عند السيدة البكرية يعني اول طفل، غالبا بصير في رأس الطفل نفسه هو بشق، لكن ممكن يشق بطريقة غلط، انه مثلا لا سمح الله يوصل الشق لفتحة الشرج فيصير مشاكل مع الست بعد هيك. فعشان ما يصير هذا الحكي يتم الشق، طبعا الست بتكون مخدرة ما بيكونش في إحساس بهذا الكلام. أوكي. We have vagina من vagina meaning الفاجينا أو المهبل. أوكي. طبعا برضو كولبوس أو كولبو بالنسبة للفاجينا. We have here two small glands situated on either side of the external orifice of the vagina. يعني في عنا غدد على السطح الخارجي لفتحة الفاجينا. بنسميهم great vestibular glands أو Bartholin's glands. هدول أشهر إشي البارثولينز، أكيد أخذتوهم بالأناتومي. ولما بصير فيهم inflammation أو يعني مشاكل بصير إشي اسمه Bartholinitis. Vulva meaning womb نسبة لل طبعا womb means uterus، لكن هون vulva means external genitalia يعني الأعضاء التناسلية الخارجية عند الأنثى. هاي الانسترومنت اللي هي الفاجينال سبيكولوم تستخدم لفحص الرحم أو مثلا في حالات فحص الداخلي للرحم. كلدو حكينا عنها في البداية اللي هي cold de sac meaning bottom of the bag or sack يعني قعر الكيس. It is used to mean the blindly ending Douglas cavity or retro-recto-uterine pouch above the posterior vaginal fornix. طبعا كلدو هي هون كلدوسكوب اللي هي المنطقة خلف الرحم، خارج الرحم وخلف الرحم، تمام، اللي هي بين يعني يقولوا هاي الرحم هون وهاي مثلا الجهاز الهضمي، هاي المنطقة اللي هي الفضاء أو المكان الفارغ بينهم نسميها كالدو أو بسموها دوغلاس باوتش. جاينو من أو جاينيكو means woman و it refers to the female reproductive system. بنقول هذا gynecologist معناته أخصائي النسائية، gynecologist معناته أخصائي النسائية. اوكي هون الابريفيشنز جاينو جاينيكولوجي اللي هي اخصائي النسائيه، اي او سي دي انتريوتيراين كونتراسبتيف ديفايس او احنا بنسميه اي او دي كثير مهم اللي هو اللوب او اللولب اللي هي احدى الطرق لمنع الحمل، هي كونتراسبشن يعني منع الحمل، كونسبشن الحمل، فانتريوتيراين كونتراسبتيف ديفايس اللي هي اداه لمنع الحمل توضع داخل الرحم. اوكي باب اللي هي بابا نيكولو سمير تيست حكينا عنه. البي ام بي او البي ام اس اللي هو بوست مينوبوزل اللي هو بعد الامل او بعد سن الامل. بي في بير فاجينا عن طريق الفاجينا، و في اي اللي هو الفاجينال اكزامينيشن، تمام. طبعا في عندنا كلمه بيزاريز بي E S S A R Y، البيزاري اللي هي تطلق على التحاميل المهبلية
طبعا احنا بنحكي سبوزيتوريز اذا تحاميل توضع عن طريق الشرج، لكن البيزاريز توضع عن طريق الفاجينا او توضع في المهبل.